يلا سوشيال. يا اهلا 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 وسهلا نور الدين، حياة الله. او شكرا، اول شيء شكرا انك رضيتي نسوي اللقاء في بيتكم. يا اهلا وسهلا، نورتين. الله يخليك عزة. انا اعرفك من ايام ما كنت اعلامية، حاليا كيف تعرفين الناس بنفسك؟ انت عزة زهرور، مين عزة زهرور اليوم؟ بحس كلمة فنانة هي كلمة شاملة، لا بغني بمثل وبصنع محتوى. الفرق اليوم بين ان تواجد الشخص على التلفزيون او على السوشيال ميديا انه يصير يفهم جمهوره، يعني يعرف ان مثلا هذا المحتوى الجمهور بيتفاعل معه، انا عارفه ان هالفئه مثلا من هالعمر لهالعمر يتابعوني، معناته بقدم لهم هذا البوست احسن من هذا البوست. هل انت وصلتي لهالمرحله عارفه جمهورك بالضبط ولا بعدك تكتشفين اشياء جديده فيهم؟ كيف؟ هلا عن جد هذا الفرق الكبير بين عالم التلفزيون والسوشيال ميديا، وهالشيء هاد خلانا نحس قديش احنا قريبين من الناس، يعني انت عندك كل الاناليسز او التحليل او الانسايتس، تقدر تعرف بالضبط قديش عمر اللي عم يتابعوك، من وين هم، ايش بحبوا، اي وقت هم اكتف فيه، فبالتالي اكيد تعرف شو بدك تقدم لهم. فمثلا المحتوى اللي بقدمه على انستغرام نوعا ما مختلف عن اللي بقدمه على يوتيوب، لانه عارف الفئه العمريه اللي بتتابعني على يوتيوب هي مختلفه عن انستغرام، انستغرام اكبر بالعمر بينما يوتيوب هم اللي اصغر شوي، فهالشيء اكيد بيختلف بنوعيه المحتوى اللي بتقدم على اي منصه. وهالشيء رائع. وعلى تيك توك بعد جمهور مختلف. تيك توك تيك توك بيطلع شخصيه منا يعني ما بنتخيل ان هي اصلا موجوده عندنا. هل انت من الناس اللي عندهم بلان معين، خطه معينه، ان لان تعرفين لما الواحد يكون حر في الشغل او يشتغل بالعمل الحر مثل ما يقولون او فريلانسر، يكون دائما عايش في هالانكزايتي او التوتر انه شو الجاي، شو لازم اسوي، شو لازم اقدم. اوكي انا سويت اغنيه، بعد شهرين لازم انزل مثلا مشهد تمثيلي او مقطع معين، او هل هاجس اللي موجود عندك مثل باقي الناس تخططين له، ولا يو جو وذ ذا فلو، تمشين بالحريه والكرياتيفيتي، ومتى بيجي الشغل بيجي؟ بشتغل على الخطين. واحد بحط خطة أكيد. حلو. بيكون في عندي زي تصور بشكل عام إنه أوكي أنا مثلا بهذا الشهر عندي فلنفرض فيديوهين على يوتيوب لازم ينزلوا، فيديوهين على إنستغرام، فيديو جزء منه غناء، جزء منه مثلا لايف ستايل، ففي تصور معين لازم أخطط له. إذا في أغنية كمان نفس الشيء، ببلش على طول، مش خلصت هلأ الأغنية الجديدة، من هلأ بلشت أفكر بالأغنية اللي جاي وشو رح تكون أغنية روح روح تحديدا. هل توقعتي لها هذا النجاح ولا توقعها كنتي اكثر ولا اقل، ولا كيف النجاح قاعد يجي مع الاغنيه؟ اليوم الاغنيه مكمله مليون مشاهده تقريبا على اليوتيوب واكثر حتى، بس كيف التفاعل اللي محصلتيه اليوم؟ هل مثلا فوق التوقع ولا هذا المتوقع، ولا لا المفروض تاخذ حقها اكثر؟ طبعا بكل امانه بكل امانه رح احكي. هلا اغنيه روح روح اللي بدي احكي لك اياه، انه هي اغنيه كيف حكينا شوي عن الاستفزاز الإيجابي إذا صح بدك صح. أنا برأيي أغنية روح روح هي مرحلة انتقالية لإلي، من مرحلة لمرحلة أخرى تماما، من ناحية الغناء، من ناحية الأسلوب، الشخصية اللي أديتها في الفيديو كليب كمان كان كله مختلف عن أي شيء بتوقعوه الناس يمكن، أو كان في بالهم، أو عن أي شيء أنا عملته من قبل. عزة طماعة، مليون مشاهدة شيء كبير. أكيد طبعا هذا شيء كتير كبير، هذا كله من السوشيال ميديا على فكرة، خلتنا نشوف الأرقام بشكل أصغر. صح مليون صح مشاهدة. صح صح 100% حكيك صحيح. لكن أكيد دائما الواحد بطمح للأفضل، يعني أنا بس أحقق نجاح، أي نجاح كان صغير أو كبير على طول بس أخلصه بقول what's next، شو اللي بعده، شو الخطوة اللي جاي. فعشان هيك يمكن أنا حدا بديش أقول إني قاسية على حالي، أنا مش قاسية على حالي، لكن دائماً بحاول أحفز حالي بالنجاح اللي جاي. إن شاء الله كل النجاح. طب كم عمر الأغنية اليوم لحد ما تشوفينها تموت، سواء كانت لنجم أو حتى لشخص مبتدئ؟ سريعة كتير اليوم، يعني الأغاني بقدرش أعطيك يعني وقت فعلي، لكن عن جد اليوم إحنا عم نعيش بالعصر السريع صح. ففي كتير محتوى، في كتير أغاني، في كتير أعمال فنية، فالأشياء لحظية بصراحة، يعني يمكن مدتها بدها تكون كم شهر وبعدين خلص بده الواحد يمشي لأشي تاني. وإن شاء الله رح نعملها ترند على تيك توك، بس بدي أفكر لها بحركات تيك توك، إذا عندك شيء تغششني إياه والله شو نسوي هيك إشي.
ما هو صار خلص صارت تيجي زي باكج واحدة، انك انت بدك تعمل الاغنية، بدك تنزلها على يوتيوب، صح، على كل منصات الاغاني، البلاتفورمز تبعت الاغاني، على تيك توك، على انستغرام، كل مكان. نحن من قبل حتى في البدايات عرفت انك تعزفين عود وهذا الفن وتغنين للناس شيء، صح، ابغى اليوم تغنين اغنية خليجية للناس من خلال يلا سوشيال. ماشي. ليلى لو باقي ليلى بعمري ابي الليلى واسهر في ليلى عيوني وهي ليلى عورة، هي ليلى عورة. ليلى لو باقي ليلى بعمري ابي الليلى واسهر في ليلى سلام. طب عزة، منو أكثر فنان صدق أنت اليوم متأثرة فيه في الوطن العربي كدائما تحسين أنه هو الأقرب أو هي الأقرب لك؟ صدقا من كل فنان في إشي فيه، مثلا شيرين إحساسها مش معقول، إحساسها رائع. حسين الجسمي يعني واو، مش معقول مش معقول من كل النواحي. فعن جد من كل فنان في شيء الواحد هيك إذا بدك يكون مصدر إلهام لإله في جانب معين، فبتعلم الجيل الجيل الماضي، بس هذا بعد جيل شوي أكبر منك، أبغي الجيل اللي من جيلك أنت، من الفنانات اليوم حابة أغانيهم أو تقولين هاي الأغنية نزلت أنا وايد حابة أنها في هالفترة مثلا؟ عن جد على حسب الأغنية، ما هي في كل موسم أغنية بتضرب، فهي كل عن جد كل حدا في له إشي معين حلو. وأنا لأني عن جد ما عندي فنان واحد مفضل من زمان، وأنا بحب أسمع للكل، بحب أسمع من أم كلثوم للمهرجانات. حلو. مهرجانات، فيعني لك أن تتخيل من الطرب الأصيل لا أي شيء جديد ومعاصر وهيك، وبكل اللغات بحب أسمع كمان. حلو. طب سؤالي الأخير لك، مع أنه وايد نفسي أسألك أسئلة بس ما بأطول، شو اختلف في عزة زعرور عن باقي الانفلونسرز؟ لان هي عندها باك جراوند اعلام، يعني الخلفيه الاعلاميه عاده تساعدنا ان نتعامل مع الكاميرا، نفهم شوي تفكير الناس كيف، صح. بس شو المختلف اليوم لما تشوفين؟ يعني انا تحديدا للامانه ليش اقول لك، لان اشوف هذا على نفسي، اشوف انفلونسرز يتصرفون تصرفات او يسوون اشياء على السوشيال ميديا ما يسويها الشخص اللي عنده خبره تلفزيونيه. شو المفيد في هذا الموضوع؟ مفيد على اكثر من ناحيه، على اكثر من صعيد. الصعيد الاول الصعيد التقني، انه احنا يمكن عندنا خبره شوي اكثر في الكاميرا، في برامج المونتاج، في الرؤيه، عندنا عين اللي هي يعني كوننا اشتغلنا مع كثير مخرجين ومع كثير مصورين، فتعلمنا واستفدنا من خبرتهم، فهالشيء كثير ساعدني بتصوير الفيديوهات والمونتاج تبعهم. وبالاضافه لهيك بالبدايات يعني مجال الاعلام بيعلمك الانضباط، بيعلمك، صح، المهنيه كثير، صح، بيعلمك كيف تتعامل مع الناس. في ناس وايد ما منضبطين. لا لا لا، بحكي عن حالي مش عن اي حد ثاني، بس عن جد يعني انا كثير مثلا بحب المهنيه كثير، يعني بحب بابسط الاشياء، اذا كان عندي اجتماع شغل بحب اكون على الوقت بالضبط، اذا كان عندي تسليم فيديو، تسليم اعلان، تسليم اي شيء، بحب يكون كل شيء على الوقت وكل شيء معمول بافضل صوره. حلو. عزة شكرا لوجودك معنا اليوم في يلا سوشيال. شكرا لكم كثير، انا كثير انبسطت بوجودك نور الدين، وان شاء الله تكون الحلقه خفيفه ولطيفه وحبيتوها. شكرا، باي.